السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امنة ناجحه. نهار جديد ووصفه جديده على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه خفيفه ظريفه بجينوازه اللي كتجي ناجحه 100%. الطريقه اللي بسيطه والمكونات ابسط كيف ما عودتكم، وكتجي غزاله. غادي نحضروها بموس الشوكولاته، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوها، ما تبخلوش عليا باللايكات طبعا والاشتراكات ديالكم. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على مكونات الوصفه ديالنا. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج في المكونات 4 ديال البيضات، من الأحسن يكونوا يعني ماشي ديريكتو ما خرجتوهم من الثلاجة. ديما كنقولها لكم، حتى إلا جاب الله خرجوهم من الثلاجة في آخر لحظة، ديروهم في الماء السخون حتى كيدفاو، وعاد خدموا بهم باش كتطلع معكم الجينوازة وكتجي ناجحة 100%. ضفت ليهم واحد القبيصة ديال الملحة، وغادي نزيد عليهم واحد الساشية من الباني، القياس ديالها 7 غرام. طبعا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف العبارات بالجرام وبالميلي كيف ديما. غادي نطرب هذا البيض مزيان حتى كيتغير اللون ديالو كما العاده، كيف ما كتشوفوا، ويتضاعف الحجم ديالو. الا كان البيض سخون راه غادي يطلع معكم بسرعه وما ياخذ لكمش الوقت بزاف. كان البيض بارد يعني ما ننصحكمش انكم تستعملوا البيض بارد نهائيا، خصوصا في هذا الفصل هذا، باش تنجح معكم الجينواز. غادي نضيف عليهم 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده كيف ما شفتوا. طربت البيض اولا وعاد ضفت السكر سنيده، غادي نعاود نطرب غير شويه ماشي بزاف كيف ما كتشوفوا. غادي صافي من بعد ما طربت البيض مع السكر غير شويه، غادي نضيف دابا الزيت. العبار غادي نخليه لكم كيف ما قلت لكم في صندوق الوصف. دابا انا غادي ندير معكم العبار بالمعلقه، 5 ديال المعالق ديال الزيت، وغادي نطرب غير شويه ماشي بزاف. انا كنحاول نعطيكم هاد التفاصيل باش فعلا تنجح معكم، باش حتى الا جربتوها اكيد غادي تنجح معكم الوصفه 100% وتجيكم لا جينواز ديالكم اللي رطبه وغزاله ومفشفشه. غادي نضيف 5 ديال المعالق ديال الماء، الماء عادي من الروبيني ما دافي ما سخون كيف ما كتشوفوا. صافي وعاوتاني غادي نخلط غير شويه، ما غاديش نبالغ في التخلاط. مني كنضيف الزيت ومني كنضيف الماء كنخلط غير شويه. انا شاعله الطراب ولكن درجه ناقصاها، ماشي نخلطش يعني بسرعه مجهده. غادي ندوزو للدقيق كيف ما شفتوا، من الاحسن تكونوا غربلتوه، وغادي نضيفو حتى هو تدريجيا. غادي نحتاج 5 ديال المعالق ديال الدقيق، غادي نضيف بالتدريج وانا كنخلط، والسرعه ديال الطراب ناقصه كذلك. نضيفوه بالتدريج، درت 3 المعالق 4 ديال المعالق دابا، وهذه الخامسه. كيجي يعني هاد المكونات اللي عطيتكم راها كتجي هي هذيك. صافي غادي نضيف لهم معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه، حتى هي من الاحسن نغربلوها ونخلط عادي. صافي هذه هي لا جينواز ديالنا. الا تبعتوا هاد المراحل اكيد غادي تجي معكم لا جينوازا ناجحه 100%، ما غاديش تعذبكم نهائيا، ما غاديش يجيكم ناشفه، غادي تجيكم فشفشه، وغادي تجيكم خفيفه ورطبه ورائعه وما تهرش معكم. غادي تخدموها كيف ما بغيتم، بغيتوا ديروها كيكرولي ديروها، بغيتوا ديروها اي حاجه، راكم غادي تشكلوها بالطريقه اللي بغيتوا. فايت ليا حضرت معكم هاد لا جينواز ديجا في الكيكرولي. هنا عندي واحد الاضافه بالنسبه للطاوه ديال الفران، انا راه غلفتها بالسلوفان كيف ما كتشوفوا، ما درتش الكارطه يعني الكارطة الفرنو ما درتهاش، درت السلوفان. راه بحال بغيتوا ديروا السلوفان بغيتوا ديروا الكارطه، راه يعني الميكا ولا هذا السلوفان راه ما كيوقع ليه والو، كيبقى هو. دخلت لا جينوازا ديالي من بعد ما شعلت الفران على 170 درجه من التحت ومن الفوق، وخليتها كطيب. ما كتفوتش ليا 12 دقيقه حتى كتكون وجدت ليا لا جينواز ديالي، وها هي كيف ما كتشوفوها. 12 دقيقه 10 ما بين 10 12 دقيقه كتكون واجده
كيف ما كتشوفوها محمره من تحت ومن الفوق، والسلوفان راه كيبقى هو هو، يعني ما كيتحرقش، ما تخافوا منه نهائيا. اللي بغيتوا ديروا السلوفان ديروه، بغيتوا ديروا كارطه فرن يعني الكارطه ديروها. المهم هذا غير اقتراح، بغيتوا تجربوه راه ناجح حتى هو 100%. خديت واحد الكميه من الشوكولاته تقريبا 100 غرام عندي ديال الشوكولاته هنايا، ذوبوه في حمام مرين ولا ذوبوه في الميكرووند اللي بغيتو. وعندي هنايا الكريمه السائله العبار ديالها واحد 500 مليلتر. الا بغيتو ما تكثروش في الكريمه تقدروا ديروا غير 300 مليلتر، انا درت هنا 500، بغيتو ديروا 300 راه ما كتجيش كثيره الا ما بغيتوش الكريمه تجيكم كثيره. كيف ما العاده الكريمه ديالنا كتكون بارده مزيان في الثلاجه، كنخرجها وكنطربها راه بسهوله كتطلع معايا الا كانت بارده مزيان. صافي كنضيف ليها داك الشوكولاط اللي ديجا حتى هو كيكون برد ما كيكونش سخون، كنضيفو على الكريمه كيكون ديجا برد شويه ما بقاش سخون. صافي وكنخلط، كنحصل على واحد الموس ديال الشوكولاته اللي لذيذ ورائع بزاف بزاف. صافي هذه هي الكريمه ديالي، باش غادي يعني باش غادي نحضر هاد الكيك ديالي. انا هنا غير مجرد اقتراح، غادي ناخذ هاد الكيك وغادي نقسمو على ثلاثة ونحاول نديرو طبقات. بغيتو ديروه كيك رولي راكم تقدروا ديروه، بغيتو ديروه بهذه الطريقه اللي درتها انا ممكن ديروه. شديت الطبقه الاولى كيف ما شفتوني حطيتها، كنحط فوقها واحد الكميه ديال الكريمه، كنعاود الطبقه الثانيه كنحطها عاوتاني بنفس القياس ونحط فوقها واحد الكميه من الكريمه. يعني طريقه سهله وبسيطه، يعني الا بغيتو تحضروا لي طرونش هكا ديروها الطريقه اللي درت انايا. صافي عاوتاني كندير الطبقه الثالثه كيف ما كتشوفوا ونحط الكريمه من الفوق ونحاول نقادها. يعني ماشي مشكل واخا الا ما تقادات لكمش هكا، يعني بقاو عندكم الزوائد من بعد كتقطعوهم عادي وكتحاولوا تقادوا الفورمه ديال الحلوه ديالكم. كيف ما كندير هكا كيف ما كتشوفوا كنحاول نقاد ديك الجوانب ونقطع منها شويه الكيك، قطعوا على ديك الجوانب باش كتجي هكا متساويه. من قبل خديت واحد طريف ديال الشكلاط هكا للتزيين، يعني كيبقى من اختياركم دائما. انا خديت شويه كيف ما شفتوني هاد القطعه من الشكلاط وحاولت كنقطعها هكا بالموس. هذه هي الطريقه باش زينتها، راه بسيطه وسهله وكتجي رائعه. بغيتو تخليو الكيكه ديالكم هكا تقدموها راه ممكن، بغيتو تقطعوها دي طرونش راكم غادي تقطعوها بعد ما غادي تحيدوا داك الزوائد من الجوانب، وكتكون هذه هي الكيكه رائعه تستحق انها تجرب. ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم وشكرا لكم.